وصلنا بقائمة اللاند سكيب اللي عند أمر البينت. اليوم راح أتكلم عن أمر البينت، بس بحب أنوه أنه هذا الموديل طبعا أنه منزله من موقع 3D Warehouse من قبل هاي الأخ وهي الشركة. راح أخلي طبعا اللينك بالديسكربشن. أمر البينت هو بكل بساطة إذا أنا بدي ألون، خليني أقول منطقة معينة بغير لون العشب الموجود عندي. خليني أقول مثلا أنا عندي هذا المدخل تبع الفيلا، ممكن بدي أعمله بهذا الروك أو هذا الشكل. فيني طبعا أغير مجموعة، عندي مجموعة من الأشكال، في عندي أول الروكس أو اللي خليني أقول المابات، فيني أغيرهم أو أستخدمهم مثل ما تعودنا. في عندي البرش سايز، أول شيء أغير الحجم البرش اللي عم أستخدمها. في عندي دايركت اللي تحتها البرش سبيد، قديش أنا راح تكون قوة هاي السبيد اللي راح تكون، هل أنا دغري راح ألون أو من كبسة واحدة مثلا يتلون أم لا. راح خليني بس ألون هيك بشكل بسيط طبعا، يعني إذا بدي أقول مثلا أنا بدي أعمل بهي المنطقة مثل ما شايف، أنا عم ياخذ وقت لحتى يعمل أو يقوم بعمل الأمر. حاليا أنا بقوي سبيد تبع الفرشاية أو البراش، فأنا حاليا فيني دايركتلي من ضغطة واحدة دايركتلي عم ينفذ الأمر. طبعا بالنسبة للتايل سايز، إذا بلاحظ عندي أنا هون هذا اللي عملته أنا شلون السايز أو الحجم تبعه، فيني طبعا أكبر وأصغر. هو بما انه عبارة عن ماب او صورة، فهو بتكبر الصورة وبتتصغر او بتتكرر يعني اكثر من مرة، طبعا حسب ما انا بشوف المر يستك فيني اطبق هذا الامر. فيني طبعا استخدم اكثر من امر، اكبر ممكن او اصغر حجم البرش اللي عندي مثل ما شايف. بالنسبة للموجود عندي هون تشوز لاندسكيب، فيني اختار اكثر من لاندسكيب دايركتلي يغير لي السين كلياته مثل ما شايف. انا اخترت الثلج وغيرها دايركت لكلياتها. خليني ارجع لعند الجرين 1، نرجع لعند الجرين. طبعا وقت عم اختار انا الجرين، هو عم يختار لي مجموعه خليني نقول مابات، عم يحط لي اياهم موجودين دايركت. فيني دايركت مثل ما انه اغير الشكل اللي بدي اياه واحطه طبعا وبلش بعمل الامر. ممكن هاد شوف شلون. بالنسبه ل السايد روك طبعا مثل ما موجودين عندي هون، اذا بشوف انا العجبال الموجودين، في عندي مجموعه من الروك الموجوده. بعد ما نحن نعمل جبل فهو دايركتلي راح يطلع الصخر. هذا الصخر شو اللون اللي بدي اياه؟ اذا خليني اختار ممكن الامريكان 1 عشان يكون واضح. فحاليا بشوف دايركتلي غير لي كل الستون الموجود. وبالنسبه للتجر روك، اذا بشوف انا حاليا فيني يا اما اخفيهم يا اما اظهرهم. يعني انا حاليا اذا خفيت هذا الامر وقعدت اعمل توبوغرافي جديد، قد ما رفعت راح يتم عندي العشب موجود. اما بحاله انا طبعا اظهرتهم فهو راح يظهر بعد. ممكن كل مسلم كل ما رفعت من جبل او حفرت حفره فراح يطلع عندي نفس هذا الشكل. هذا طبعا بكل بساطه كان عن امر البينت، امر جدا سهل وجدا بسيط وجدا بيساعدني طبعا بعملي اذا انا ممكن عندي قدام البيت او يعني بيضيف مور رياليستيك للمشهد تبعي.